السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة التعليمية والتحليلية على قناتكم الخبير المتخصصة في مراجعة أحدث وأفضل المشاريع والعملات الرقمية. للتذكير أيضا، كل فيديو على هذه القناة الغرض منه ليس دفعكم استثمار فيه، وإنما تسليط الضوء على بعض المشاريع التي تبدو لنا كمشاريع جيدة تستحق الحديث عنها ومراجعتها. فلنعود الآن إلى موضوع حلقتنا، فإن سنستعرض لكم مشروع جديد وهو مشروع بوبسي أب. فكما تلاحظون، هذه هي واجهة موقع هذا المشروع. رابط موقع هذا المشروع هو bobsy.app، ستجدونه في الوصف أسفل هذا الفيديو. فتأسس هذا المشروع من الرغبة في جعل الإلكترونيات متميزة في متناول الجميع، نظرا لأن هذا المشروع متحمس لكل ما هو إلكتروني، وأصبح من المستحيل بالنسبة له أن يغض البصر عن هوامش الأسعار التي يشهدها تقليديا في الصناعة. ولهذا فقام هذا المشروع ببناء أفضل بديل للإلكترونيات، حيث أنه يبيع أفضل الأجهزة الإلكترونية التي تم تجديدها بسعر عادل. فقبل أن نتطرق إلى ما هي المنتجات وطريقة الشراء في هذا الموقع، فنحيطكم علما أنه يمكنكم تغيير لغة الموقع إلى اللغة التي تناسبكم. فكما تلاحظون، نجد هنا اللغة العربية والإنجليزية إضافة إلى الإسبانية والبرتغالية. أيضا يمكنكم تغيير الموقع الخاص بكم من اختيار الدولة التي أنتم تقيمون فيها لاستخدام أكثر وأسهل لهذا الموقع. فكما تلاحظون، نجد هنا مختلف الأجهزة أو الهواتف التي يقدمها هذا المشروع. فكما تلاحظون، نجد هنا الآيفون 11، آيفون إكس إير، أيضا الآيفون إكس والآيفون 8 بلس والعديد والعديد من الهواتف الأخرى. فعلى سبيل المثال نختار الآيفون 12 برو ماكس. فكما تلاحظون، نجد هنا أن هذا الهاتف بأربعة ألوان مختلفة. أيضا يمكنكم اختيار الريفرنس الذي يناسبكم. وأيضا فللإشارة، فيتم تجديد أجهزة هذا المشروع الإلكتروني وإعادة تدويرها كلما أمكن ذلك. ويخضع كل جهاز من الإلكترونيات الخاصة بهذا المشروع لفحص صارم من 150 نقطة للتأكد من أنه يلبي معاييره العالية. وأيضا فتأتي جميع أجهزة بوبسي الإلكترونية مع ضمان قياسي، وفي حالة حدوث أي شيء سيتم به ويمكنك استخدامه بكل راحة وسهولة. أيضا يمكن أن تصل مدة الضمان إلى أكثر من 12 شهر. وأيضا فتأتي كل أجهزة بوبسي الإلكترونية مع سياسة الإرجاع لمدة 30 يوما، حيث يمكنك شراء منتج وتجربته واكتشاف ما إن كان يناسب حياتك. وإن كنت لا تحب بعد 30 يوما فما عليك سوى إعادته. أيضا طريقة شراء أي منتج على موقع بوبسي هي سهلة وسلسة. فكل ما عليكم هو الضغط على Add to Cart ثم الضغط على Buy Now. بعد ذلك تمرون من ثلاث مراحل: Informations, Shipping و All Payments. فكل ما عليكم هو كتابة الإيميل أو الرقم هاتف الخاص بكم، ثم اختيار الدولة التي تريدون أن تتوصلون بمنتجكم فيها، ثم المعلومات الخاصة به، ثم ضغط Continue to Shipping. فأيضا نجد هذا الموقع أو هذا المشروع على كل من الأب ستور وعلى الباي ستور. فالاستخدام أسهل لهذا المشروع، فيمكنكم تحميل تطبيقهم من خلال زيارتهم على متاجر الأب ستور والباي ستور. وأيضا فلتبقوا على اطلاع دائم بمستجدات هذا المشروع، أنصحكم بمتابعة هذا المشروع في كل وسائله التواصلية والإخبارية، كزيارتهم على صفحتهم في الفيسبوك، وأيضا الانضمام على بروفايل خاص بهم في الانستغرام، وأيضا الاشتراك على قناتهم في التويتر والتي تضم أكثر من 1200 مشترك. حيث ما إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول هذا المشروع أو هذا الموقع، فكل ما عليكم هو إرسال رسالة إلى التويت الخاص بهذا المشروع وسيتم إجابتكم عنه في أسرع وقت ممكن. كانت هذه حلقتنا اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله. شكراً.